أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيدا عن السياسة. خيم التشاؤم على القوة الشرائية داخل أسواق المواشي السودانية لشراء الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك مع تكاليف الضغوط والقيود الاقتصادية على المواطنين. ورغم امتلاك السودان أكثر من 107 ملايين رأس من الماشية، إلا أن أسعار الأضاحي ترتفع بنسب عالية عاماً بعد آخر في ظل تفضيل الحكومة تصدير الضأن إلى الخارج لجلب النقد الأجنبي. أنشأ المواطن التركي أنكين أركان متحفاً للجرارات والأدوات الزراعية القديمة داخل فندق للسياحة البيئية بغية إحياء الحنين إلى الماضي. وكان أركان البالغ من العمر 39 عاماً الذي يدير وكالة سفريات قد نجح في تحويل مزرعة للدواجن بولاية بوردور إلى فندق للسياحة البيئية بتكلفة بلغت نحو 10 ملايين ليرة تركية. ويتكون الفندق من 18 فيلا توفر فرص قضاء العطلة بين أحضان الطبيعة جرى بناؤها بالكامل باستخدام مواد خشبية. طور الفلسطيني محمد الفرة مركبة آلية زراعية لحصاد القمح، ما وفر الوقت والجهد على المزارعين، واختزلت الآلية المطورة العمليتين الحصاد والطحن في وقت قياسي يقدر بساعتين، بعد أن كانت هذه العملية تستغرق أكثر من 20 يوماً لحقل مساحته نحو 20 دونم. هذه الآلية تستخدم الآن لحصاد القمح ولتحويل القش إلى أعلاف خشنة، وتوفر بين 60-70% من التكلفة المادية على صاحب الحقل مقارنة بحصاد القش بشكل يدوي. أعلنت شركة بوم تكنولوجي الناشئة عن إطلاقها لطائرة مدنية من طراز XB1 ستمتاز بسرعة تفوق سرعة الصوت. وبحسب الشركة فإن الرحلات التجريبية للطائرة التي تتسع لنقل 45 راكب ستبدأ في عام 2021، وهي الخطوة الأولى في ترسيخ مفهوم السفر الأسرع من الصوت للعالم. توصل علماء في جامعة كاليفورنيا إلى ابتكار جديد عبر قفاز خارق يتمكن من قراءة حركة الإنسان ببرمجيات ذكية. هذا القفاز يمكن ارتداؤه باليد بشكل مرن على أن يقوم بتحويل إيماءات الشخص ولغة إشارته إلى كلام. ويستهدف هذا الاختراع الأشخاص العاجزين عن النطق، وقد يحل مشكلتهم في توصيل الكلام للآخرين. بدأ سكان العاصمة الماليزية كوالالمبور بزيارة الحدائق والمتنزهات العامة التي لم يتمكنوا من الذهاب إليها لفترة طويلة في عقاب انتشار الوباء. ويتزايد عدد زوار المتنزهات العامة مع دخول البلاد مرحلة تطبيع الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما سمحت السلطات باستئناف الأنشطة الرياضية والنزهات في الحدائق العامة وفقاً لقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا. شهدت ولاية هاتاي جنوبية تركيا افتتاح متحف المدينة داخل مبنى حجري تاريخي يلخص تاريخ وثقافة الولاية ويصور تفاصيل الحياة اليومية فيها. وشيد المبنى التاريخي عام 1934 هذا، وانطلقت أعمال الترميم والإصلاح في المبنى التاريخي وما حوله لتنتهي بعد 6 أعوام، فيما يستعد المبنى الحجري حاليا لاستقبال زواره.
في سباق مع جائحة فيروس كورونا للحد من انتشاره في المنطقة، وفي ظل انهيار المنظومة الصحية في اليمن وبإمكانيات بسيطة وجهود ذاتية، قام المهندس عماد حسن في محافظة تعز جنوبي اليمن بصناعة غرف خاصة من الألمونيوم تحتوي على بخاخات للمياه ومستشعرات للتعقيم والوقاية من فيروس كورونا. ويرى كثيرون أن هذه الغرف ستساهم في وقف تفشي الوباء وتحد من عدد الإصابات في المنطقة. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. اعتنت به فتى صغيرا، ثم درسته شابا كفيفا في الثانوية العامة، ليحصل بعدها على معدل مرتفع لترافقه بالجامعة أعواما طوالا. درست له صفحات وصفحات من الكتب، وجهزت له الأبحاث تلو الأبحاث. لم تتوقف الستينية أم يحيى والدة الشاب الكفيف يحيى الجعوني عن الاهتمام بابنها الضرير طوال 26 سنة مضت، فصحبته منذ الطفولة وحتى حصوله على درجة الماجستير في الحديث. حفظته كتاب الله كاملاً بالتلقين، فرغم مرضه وفقدانه البصر فإنها أصرت على أن يحفظ القرآن الكريم. في السنة الأخيرة من دراسته الجامعية حصل يحيى على منحة تعليمية من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ليحصل على الامتياز، ومن ثم على الوظيفة كإمام مسجد، لكنه ما زال يردد قوله بحق أمه: لا أجد بين يدي ما أكافئ به أمي على مجهودها معي طوال هذه السنين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نتطرق لموضوع مهم جدا وهو العناية بالبشرة. مهما كان نوع البشرة يفضل اتباع النصائح التالية، وهي غسل الوجه مرتين يوميا واستعمال المرطب المناسب للبشرة، كما ينصح بشرب الماء بكمية لا تقل عن 8 أكواب لأنه تساعد في المحافظة على نضارة البشرة وحيويتها، والإكثار من تناول الخضروات والفواكه، كما ينصح بإجراء التقشير مرة كل أسبوع واستعمال الواقيات الشمسية المناسبة لنوع البشرة، و ممارسة الرياضة شيء ضروري جدا لأيضا المحافظة على حيوية ونشاط الجسم، وبالتالي ينعكس على نضارة البشرة. كما ينصح بتجنب الإكثار من تناول السكريات لأنها تؤثر على تساعد على ظهور التجاعيد مبكرا على وشيخوخة البشرة. وكذلك ننصح الشباب والمراهقين اللي يظهر عندهم حب الشباب بعدم العبث بالحبوب أو بما يعرف بالبثور،
وذلك لمنع انتشارها على بشرة الوجه. كما ننصح بتناول منتجات الأوميغا 3، ممارسة الرياضة، النوم لثمان ساعات يوميا، واستشارة الطبيب في حالة ظهور أي آفة جلدية أو في حالة تهيج البشرة.